حدث هذا اليوم على قناة التاسعة موضوعنا الانتخابات الجزئية في ألمانيا. فسرت لكم الأهمية متاعها. الانتخابات هذه باش تمكن واحد من المترشحين باش يكون في مجلس نواب الشعب كنائب في بلاصة حاتم الفرجاني اللي اليوم كاتب دولة للخارجية بعد التحوير الوزاري الأخير. معنا ياسين العياري بسكايب من فرنسا، واحد من المترشحين للانتخابات هذه. بحذايا وسام السعيدي عن حركة نداء تونس، نحكيه على ترشح ولا عدم ترشح حافظ قايد سبسي الى انتخابات المانيا. منار اسكندراني زيدا كيف واحد من المترشحين للانتخابات هذيا. جاوب مبارك استاذ القانون الدستوري مش مترشح لكن باش نحكي معك زيدا اجرائيا في يعني نعلنها رسميا مش مترشح. مانيش مترشح. ممكن ما عندكش البروفيل. البروفيل مش موجود. ما نعرفهاش المانيا، ما عشتش في المانيا، انا مش مترشح في المانيا. مساله تقنيه تحب تحكي عليها منار اسكندراني في علاقه بالانتخابات. انا اعتبر ان الانتخابات هي جت طريقه الانتخابات اللي انا ضدها في كل حالات، كانت برشا مرات هي عن طريق القوائم. فما غلطة حتى لا تكلف الدولة التونسية تكليفا، كل مرة باش نتكلف. أنا غدوة لو نجح أي إنسان باش ينجح ونعيط له سيد رئيس حكومة المكان هذايا. وعندنا ستة أماكن يظل لهم، يظل لي فرنسا، المهم يظل لي أمريكا والشرق الأوسط والآن ألمانيا وإيطاليا مثلا، هذوما على الأقل كل واحد فيهم واحد. لو يعيط له مرة ثانية سيد رئيس حكومة أنا باش تصير لنا مشكلة نفسها، أو غدوة في ألمانيا اللي باش ترشح يعيط له سيد رئيس حكومة باش نوقعوا في نفس الإشكال. في الاصل هنا فما الهيئه لابد تصلح حاجه. شنو الحل؟ الحل ان كان في الاصل في القائمه ما فماش قائمه وقائمه تكميليه، اذا يجي في القائمه التكميليه اللي بعده وتكون الامر معناها مستتب وارتحنا، معناها لانه هذا التكليف في كل حال هذا يتكلف اداءات الدوله ويكلف مصاريف الشعب او ما يقبلش منصب الوزاره او منصب لا هذيك قضيه. لا احنا نتكلموا على تقنيا اخي، لو حصل معناها في كل حال مانيش قاعد نتكلم، ما يقبلش هذيك قضيه ثانيه، لكن هذايا الاجراء اللي يكون سليم للناس الكل. لو انت طلعت في المجلس النواب المساله التقنيه هذه مع قانون الهيئه تنجم تناقشها وتكون موجود. انا بنناقشها لان نناقش فيها تو. لو وليت نائب تنجم تناقشها. ثاني حاجه، فما مساله ثانيه، اللي يعيش في المانيا ويعرف المانيا بكدا ستكلف كثير بالنسبه اللي باش يمشيو يدفعوا باش يمشيو يتحركوا. ربما جوهر بكري شويه تكلم عن المشكله، لانه باش تحرك اول شيء في الشتاء معناها عندك الان ثلج، عندك مشاكل كبرى، باش تحرك الاربع مناطق تقريبا. هذا باش يكلف كثير. معناها اللي يعيش تو الان مثلا في برونشفايك باش تحرك برلين او باش تحرك هامبورغ ولا اللي هو موجود لود خاصه في 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 وسط بايرن في في في, في الجبال باش يمشي يتحرك يطلع المنشن، معناها في الثلج هذاك مش على فكره. هما كانوا 14 مكتب اقتراع ولا اربع كهوتو. نعم. ثم عندنا طريقه، عندنا في المانيا طريقه تسجيل. وقت اللي احنا في تونس عن طريق تهز تليفون وتسجل غادي لا غادي يلزم يتحرك. معناها نتصور ليزي سهل ياسر باش تعمل نيميرو فير في وسط المانيا تسهل، ولا في وسط اوروب سيرتو التحرك في اوروب مشكله فيه، تسهل على هؤلاء الناس كل وتسهل عليهم التسجيل. معناها نتصور فما حاجات تقنيه. المشاكل التقنيه هذه ما نعرفش، ممكن ياسين العياري هو مشى لالمانيا عاين المشاكل هذه التقنيه. ياسين معنا بسكايب. ياسين مرحبا مره اخرى. مرحبا. المشاكل التقنية ذي نحب نحكيو فيها من بعد اللي يحكي عليها واحد من المترشحين منار الاسكندراني، الصعوبات في انك تتنقل، في الصعوبات في مكاتب الاقتراع. لكن خلينا نبدا بك انت. انت اخترت انك تترشح ضد حافظ قايد سبسي. اول ما بديت القائمة نتاعك سميتها ولدك في دارك. بالضبط. علاش الترشح المشخصن هذايا؟ ما قلت لك ليس ضده كشخص، ضد ما يمثل. ولدك في دارك معناها هلال التوريث. ولدك في دارك معناها هلال الاستخفاف بعقول التوانسه. تحب تطلع ولدك البرلمان، طلع واحد وزير ما عنده حتى خبره في الميدان هذاك وتصرف 500 مليون من فلوس التوانسه، يعني البلاد ماهيش نتاعك. حقوق التاليف لعمار عمروسيه. سامحني؟ حقوق التاليف أكيد كل حقوق التاليف لكل مواطن بعقله يشوف العمليه هذه، العمليه السخيفه هذه اللي تضحك، يعني باش يورثونا واحنا نغزو كأن دجاج، احنا باش يورث الولد مش معقول. فهالعمليه هذه وكل ما تمثل واللعب نتاع القصر بالاداره والدوله والتونسيين والناخبين باش يطلع ولده معناها شيء محزن. فقلت هذه فرصه فليكن مواطن يخدم من 8 نتاع الليل، من 8 نتاع الصباح ل 9 نتاع الليل باش يحارب كل ما يمثل حافظ، يحارب القصر والعقليه نتاع التوريث، يحارب طريقه الفعل هذه، الاستخفاف بعقول التوانسه، هالصرف فلوس التوانسه. مش من حقه يترشح حافظ قايد سبسي كمواطن؟ عمري ما اختلفت في حقه، وحقه كمواطن باش يترشح اذا عنده شروط بالطبيعه. شروط قانونيه تنظر فيها ليزي، لكن كما قلت لك ترشحه وراه ما وراه ما يمثل ترشحه. هذا اللي يجي ولد بابا، ولا فنلخص حافظ قايد سبسي، يعني ولد بابا لا يعرف عنه حتى مستوى جامعي. انا تمنيت اني نلقى له فكر، يعني عملت بحث على اليوتيوب، عملت بحث في الجرايد، قلت خلينا نشوف حافظ قايد سبسي هل قدم مره اقتراح فكره
طريقه عمل. يعني لقيته متهمين جماعه حزبه اللي اسسوا بحكايه صداره. يعني نحب نقولوا لهنا المانيا ماهيش تونس، ماهيش دوله تاع سيد الوالد، لازمك ما تنجمش تجي تقترع تجيب صداره ولا الفصايل اللي جبتهم مؤتمر حزبك الفاشي. ياسين هذا بلاتو بحذانا حد من حركه نداء تونس، لانه حافظ قيس سبسي في نهايه الامر المدير التنفيذي لحركه نداء تونس وسام السعيدي ترشح، ياسين العياري ترشح ضد حافظ قيس سبسي. ياك سمعت واليوم ثم خوف من التوريث، خوف من انه القصر حسب ما يحكي ياسين العياري يسيطر وولدك في دارك، الشعار هذا الكل. ما سمعتش حديث سياسي، انا سمعت شويه تشنجات معناها وشويه انفعالات تاع اقصى اليمين على اقصى اليسار في خلطه مزدوجه مع بعضها. دونك اما نجيو نحكيو سياسه اليوم راهو وقت نجيو نحكيو على حافظ قيس سبسي اللي هو المدير التنفيذي للحزب، نحكيو عليه بكل وضوح. سيد قال لك باش نعملوا مؤتمر ومن يريد يترشح ضدي يتفضل. سيناريوهات التوريث هي منذ يومين فقط هبط مقاله على حسابه الشخصي في الفيسبوك شرح فيه المساله هذه في علاقه بالتوريث. لا وجود لا لنيه التوريث لا من عند سيد الباجي قيس سبسي ولا من عند حافظ، وايضا ليس هناك شيء يورث، وتونس اكبر برشا من انها تورث باش نبدو واضحين. اما حقه في الوجود الطبيعي وهو اليوم احنا علاش حسمنا وباش نعملوا مؤتمرنا حتى قبل الانتخابات البلديه حتى تكون هناك شرعيه انتخابيه جايه من انتخابات مش من مؤتمر توافقي، من انتخابات. اليوم راهو سي حافظ قيس سبسي عنده الحق، المره اللي فاتت في الانتخابات نتاع 2014 تنازل طوعا وشرط هو انه تعوضه امراه في رئاسه القائمه، علاش؟ لانه قالوا بدت الحكايات كيفاش او سيلباجي مترشح للرئاسيه وهو رئيس قائمه وستيرا. هل انه يقول لك وسام السعيدي حكايه انه هو ابن الباجي الى لعنه تطارده؟ سامحني باش يقول لك ما عاش في المانيا وما يعرفهاش، ثم كان هو يترشح لها. هاني جايك لالمانيا، شوف احنا قلنا لك راه ما قراش عندكم في تونس مازال راه القرار لم يتخذ وحافظ لم يعبر على رغبته الى حدود هذه اللحظه. نحكيك هذا لليوم العشيه، انا جيتكم من اجتماع 6 نتاع العشيه مازال تو ما عبرش على رغبته. هو ما يعبرش راهو، معناها ثم شكون يعبر في بلاصته؟ لا لا يعبر هو ويعبر وحده ويعبر مليح ويكتب. وبالنسبه للشهاده الجامعيه هو عنده شهاده مرحله ثالثه في العلوم السياسيه من نيس، وهذه نجم نجيبوها الشهاده ونمدوها للعباد ما فما حتى اشكاليه، هذه واحده. دونك معناها المساله نتاع الشهاده العلميه محسومه. ايضا اليوم حافظ قيس سبسي راهو من اللي تتاسس نداء تونس منذ الاسبوع الاول عين مديرا للهيكل، والناس اللي تعرف الاحزاب والناس اللي تعرف التنظيمات تعرف انه من اكبر واهم الخطط واللي دائما هي يكونوا الناس اللي ماسكينها مرشحين للامساك بالخطه القياديه الاولى في الاحزاب هي الناس المشرفه على هيك. احنا كي نجيو نتبعوا مثلا باش رايك في ترشح قطع الطريق الجملة اللي عملوا ياسين العياري؟ شوف انا في حزب حاكم مؤتمنون على تامين الطرق، وبالتالي حكايه قطع عن الطريق سنتصدى لها لانه نحن مجعولون في البلاد هذه باش نؤمن الطريق ولن نسمح لاي شخص بان يقطع الطريق. دونك هذه باش نبدو واضحين، قطعوا الطرق والواحد من فما حمله على العباره هذه فما حتى على الفيسبوك واضح اليوم فما سيمي ربيع بودن مثلا دي نعرف سيد دي فولكلور معناها سيد ترشح حد فولكلور. انا الحاجه اللي فرحتني تو كي نسمع انه ترشح ياسين العياري نفرح له كي ترشح، علاش؟ لانه هذا انخراط في اللعبه السياسيه. فما شكون يعتبر حافظ قيس سبسي ترشح يلزم تصاحبها عقليه اخرى، عقليه القبول بنتائج الانتخابات، عقلية القبول بالمشروعية السياسية، عقلية القبول بالتمثيل الشعبي، وعقلية القبول بالشرعية الانتخابية. حكيت على الفولكلور ما جاورت ما قلت انت حتى ترشح في قيس سبسي فولكلور في هذا مش بعيد برشا في شنو بالضبط؟ تو تو نعرف اذا احنا في هذا في النقطة ذي لانه عندنا انسان ترشح ضد حافظ قيس سبسي، عندنا مترشح موجود رغم بعد ما كمل كل هذه المشاكل الداخلية في دولة تونس. اليوم الحمد لله عندنا قيادة موحدة ومتماسكة ومتجانسة. صار اليوم الى حدود هذه اللحظه رغم ضعف ثقه التوانسه في السياسيين، نداء تونس ما زال يتصدر وحافظ السبسي مديره التنفيذي يتصدر كل عمليات صبر الاراء من اليمين الى اليسار اللي قاموا بها سواء التوانسه ولا الخارج. اليوم هذه علاش ما نحسبولوش النجاحات دي ما نحسبولو؟ اليوم الشخص اثبت نجاحات نداء تونس وراء حافظ السبسي هو احد اسباب نجاحاته تماسك نداء تونس الى حدود اللحظه، لانه اسمعني راهو ثم خصال سياسيه توجد لدى الاشخاص، لانه بخلاف الخصال الخطابيه ونعرف بعضنا والخصال الخطابيه بكل تواضع نعرفوها مليح ونحن فرسانها وعملنا حوايج معناها عدينا عشرات معناها الساعات في حجر سقراط.
بخلاف الخصال نتاع الخطابه، هناك الخصال القياديه، هناك خصال التنظيم. يعني حافظ قاسم ما عندوش الخطابه، عنده الخصال القياديه. لا نقول لك حاجه، بن علي تفاعل معايا، الحكم بن علي الحكم 23 تونس سنه تونس، ما نجمش يخاطبك ويخزر لك عينك في عينه، وما نجمش يتكلم معك مباشره. شوف انا ما قابلتوش باش تعرف، حبيت هذه الناس تعرفها، معناها الناس لا معناها ما التجربه ما حصلتليش. نقول لك حاجه، وبالتالي راهو الشخص هو مجموعة من الخصال، مجموعة من الإيجابيات ومجموعة من السلبيات. شو هما الخصال الموجودة في حافظ قيس سبسي؟ النقيصة المستهدف منها، وخليته يكون في ألمانيا. حافظ قيس سبسي أنه فقط هو ابن باجي قيس سبسي رئيس الجمهورية. هذه المسألة لم تطرح في أحزاب عائلية، عندنا أحزاب عائلية في تونس، عندنا جمعيات عائلية ما تطرحش معهم، لكن تطرح فقط كما شكون؟ علي عصام الشاب نجيب الشاب مع بعضهم حياتهم الكل. واضح نتعداو عامر العريض ولي العريض مع بعضهم حياتهم الكل، في كل الاحزاب موجوده. يعني انه لا انا ذنبي الوحيد انه انا خاطر يكون بابا معناه يمارس سياسه، انه يحكم عليه انه انا ما نمارسش عمل سياسي يمارسه. واللي عنده حاجه سواء في داخل نداء تونس يتفضلوا عن المؤتمر الجاي، وسيكون هذه المره خليت فعل معك جار من بعد. واللي عنده حاجه من خارج نداء تونس يتفضل، هاي جاي المحطات الانتخابيه وجاي الاقتراع العام. واضح وسام سيدي جار من بعد، حكيت على الفلكلور، حكيت على الفلكلور وعلى نقطه انه ما عاش في المانيا، مترشحين اليوم موجودين تنقلوا المانيا ولا عايشين في المانيا كيما نارس كندراني. النقطه هذه انا ما عاش، شنو الفرق؟ انت ما عاش عايش غادي. شوف انا هل القانون يسمح بهذا ولا ساعة؟ لا يسمح، يسمح بهذا، فما حتى اشكال، هو عنده الحق. من الناحيه الاخلاقيه نعتقد انه فما مشكله، فما على الاقل زوج مشاكل. المشكله الاولانيه تتعلق بالمساله العائليه، مش لأنه حافظ قيد السبسي ابن رئيس الجمهورية ويمارس في حياته السياسية بشكل عادي أراد أن يترشح فليترشح، هذا حق الدستوري. من علاش حكيت على الفولكلور انت؟ أنا جاكي. لكن مسألة القرابة ومسألة التوريث هي مسائل أسالت حبر كثير في تونس منذ تولي الباجي قيد السبسي رئاسة الجمهورية إلى حد الآن، وأدت في مراحل معينة إلى صراعات داخل نداء تونس وانقسامات داخل نداء تونس. هناك أشخاص خرجوا من نداء تونس وانشقوا وكأسوا أحزاب ودخلوا في أحزاب أخرى وفي كتل أخرى، وقالوا عبروا هما قالوا أنه فما نية للتوريث، وبالتالي هذه المشكلة ستكون غونغرين اللي تضرب في الحياة السياسية صافي دي موا دي موا، مش مسألة جديدة، مش ما فما حتى مؤشر على وجود هالظاهرة هذه، ظاهرة التوريث ما خلقتش أزمات سابقة. يعني سامحني، أي ولد رئيس حافظ قيد السبسي أن يترشح؟ لو كانت الأمور بهذه الطريقة لما كان عندي أي اعتراض أنا شخصيا من الناحية الأخلاقية، لأن الإشكال وين؟ اعتراض قانوني. الإشكال وين؟ الإشكال هو أنه المسألة هذه أنا غونغريني لا في بوليتيك دوبوي دي موا وستواصل بالطريقة هذه. المفروض أنه من ناحية من ناحية المسؤولية سواء من رئيس الجمهورية أو من نداء تونس هو نزع فتيل الأزمة، هو مواطن تونس. الأزمة اللي يعني ربما خربت في مرحلة معينة وضع نداء تونس. سامحني، هذا مواطن تونسي من حقه يترشح، من حقه يعمل حياة سياسية على خاطره ابن رئيس اليوم. لا لا، من الإشكال وين؟ اسمعني، الإشكال هو أنه قرابته من الرئيس، وفي مراحل معينة الحديث الكبير اللي وقع من قيادات انشقت من نداء تونس على نية التوريث لحافظ قيد السبسي خلقت أزمة سياسية. من المفروض أنا هذه نصيحتي، لأنه من الناحية القانونية كما قلت ما عنده حتى مانع من الترشح، ولكن من الناحية السياسية من المفروض حزب مسؤول وقيادي ويحكم في البلاد من المفروض أنه ينزع الأزمات، يلتص الكريز، مش يزيد يصب الزيت على النار. أنا أعتقد أنه ترشح حافظ قيد السبسي في المرحلة هذه بعد كل ما قيل صدقا أو كذبا على التوريث أعتقد أنه صب النار على الزيت، وسيشعل أزمة سياسية أكثر من اللازم، ليست لا في مصلحة نداء تونس ولا في غيره. المسألة الثانية الأخلاقية هي مسألة ما يسمى في العلوم الانتخابية الباراشوتاج إلكتورال. حافظ قيد السبسي سيتون باراشوت هابطة من السماء سابعة على ألمانيا، لا علاقة له بمشاكل التونسيين في ألمانيا، بصعوبات التونسيين في ألمانيا، بالوضع وضع التونسيين في ألمانيا، ما عندوش خبرة
شخص مسقط على دائرة انتخابية لا علاقة له بها. أنا سمعت مرة قالوا ربما كان في مرحلة معينة أبوه وقت كان سفير في ألمانيا وقت هو كان صغير عاش عامين في ألمانيا هو صغير معناها يعني هذا صغير وكبير شوي شاب حتى وكان شاب عاش عامين في ألمانيا لأنه أبوه سفير يقرأ تلقاه في المكتب واحد وطبع في أبوه بطبيعة الحال هذا لا يجعل منه مرشح للتونسيين في ألمانيا. أنا بطبيعتي بالمبدأ جو سوي كونتر لو باراشوتاج إلكتورال مثلا في حتى في الانتخابات الداخلية احنا نشوفوا يعني عملية تنقل انتخابي ودي باراشوتاج يقعوا حتى في تونس كنت ضدها. أنا من المفروض نقول أن الناس اللي تترشح من ناحية الأخلاقية فقط لأن القانونية شيء ما يمنع خلينا نشوف ياسين عياري نيدا تونس يختار شخص في دائرة ألمانيا يعرف التونسيين في ألمانيا يعرف مشاكل التونسيين في ألمانيا وقادر أن نمثلهم هاني رجع لك جوهر مبارك وسام سعيدي نقطة صغيرة لعبة سياسية بقطع النظر على ما يعانيه التونسيين في ألمانيا خلينا نشوفه مترشح فعلي دقيقة هاني رجع لك وسام سعيدي لحظة واحدة جملة بقطع النظر على المأساة الأخلاقية اللي خلقتها حركة النهضة بتصريحها بعدم خلينا ناخذ ياسين عياري لأنه مترشح حتى ياسين عياري يقول لي ما عشتش في ألمانيا وماكش عايش في ألمانيا اسمح لي بتعقيب الساعة سي سعيدي قال لي حق قال سبسي عنده شهادة مرحلة ثالثة هكا وقال يجيبوها قدام الناس أنا أتحداه علنا يجيب لنا اسم الجامعة وين أقرأ والاستخبار لأنه حق قال سبسي لما خرج السيفين تاعو وحط فيه قبل الطفلين يعني قرا فيها ما قالش خذا شهاده وهذا خطير لانه لما يجي ويعلن كلام ونجاوزوه احنا فالمتلقي خايف وسيء هانو عنده شهاده لا سيدي اللي عنده شهاده يخرجها ويجيبها قدام الناس وديما في الرد على سي سعيدي قال انه نجاحات حافظ قائد سبسي هي تماسك نداء تونس اعتقد ما ثماش حزب تفرق الدلاعه قد نداء تونس نداء تونس وصلوا بالظلاله في بعضهم هذا في مؤتمر صغير بتاعهم كان هذا النجاح ملا الفشل كيفاش ونحب نسأله زاد السي وسام سعيدي أنا ما عندي حتى أدنى شك أنه من فرسان الخطابة وأنه عنده 20 سنة على حجرة سقراط قل لي يا سي وسام لو ما كان السي حافظ ابن رئيس الجمهورية هل يكون عرفك توا بتاريخك 20 سنة خطابة وحجرة سقراط يعني ومهوش تشنج رف هذا خطاب سياسي لما نقول التوريث لما نقول ما يمثل لما نقول تداخل القصر خاصة ما عشناه أخيرا من كيفاش تعدق المصالحة وترق الهيئة الدستورية كلها كيفاش انضربت هذا مش تشنج هذا حديث في قلب سياسة. نرجع لسؤالك سيد الكريم بالنسبة للترشح لألمانيا شخصيا لو لم يترشح حافظ قائد السبسي بصفته ولد رئيس لا تاريخ له ولا إنجازات ولا أي شيء إلا أن ولد رئيس ما كنتش مترشح لكن هذا من حيث مدير تنفيذي ياسين عياري اللي يعني لو ترشح فهو مدير تنفيذي لحزب حاكم أو حزب الأول في البلاد اليوم وإما رئيس الحزب الحاكم عنده قائمة عنده ناس هذاك قدره هذاك اليوم ما انا باش نحيها الصفة هذه ماهيش صفته صفته سياسية مدير تنفيذي لحزب نداء تونس لو كان مدير مشارك في المكتب المحلي في برلين والله على عيني وراسي لكن هذا السيد يجيب باراشوتي يظهر لي حكايه مره بعثوا له المانيا يجيب في سبيدريات يظهر لي هذه علاقته تنحصر ب هذا اقصى علاقته بالمانيا لكن من حيث الحاجه الاخرى احنا ثم دوائر على كثير من الدول علاش يعني ثم كان فيها الأمريكية الدول الأمريكية ثم شرق الأوسط على كثير من الدول علاش؟ لأنه في الغالب مشاكل الغربة واحدة يعني مشاكل الغربة الديوانة القنصلية تونس يعني في أكثر الأمور مع بعض التفاصيل فأنا عايش هالغربة هذه يعني استسديدني غربة قصرية أنا منفي اليوم في فرنسا نفيت قبل الثورة إجباريا واليوم منفي كيف كيف ثم فلنتأمل فعلا دور النائب شو يعمل النائب؟ ما هو دوره؟ النائب دوره هو سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية هذا ما يحدد الدستور بدور النائب يعني النائب اليوم له عمدة تاع برلين وله ديوان تونسي بالخارج وله وزارة الشؤون الاجتماعية صحيح لازم يكون عنده وعي بأمور الغربة بأمور الجيل الناس اللي مثلا باش يكون قريب لها باش يكون جميع الشرائح ممثلة هذا متوفر فيه مستوى علمي معين انه يكون نائب اليوم والله يا حبذا لانه ثم قوانين تتطلب تفاصيل تقنيه تتطلب امور احنا هنا شفنا معناها الضحاله بتاع المجلس اللي صاير توا فيه كثير من الناس معروفه بفضائحها مش ما خاصه من حزب يعني الحاكم. انت اليوم تقيم وتقول حافظ قائد سبسي غير مؤهل باش يكون نائب اليوم هذا ما اعرف سامحني انا علاش انت اللي تقيم اليوم يا سي العياري
أنا مش أقيم، أنا أعطيك رأي شخص يلزمني. التقييم سيقوم به الناخبون يوم يعرض عليهم لو كانت له الشجاعة أن يتقدم الانتخابات من غير ضغط، لأن الانتخابات الوحيدة على حد علمي اللي شارك فيها السيد حافظ قائد السبسي جاب جماعته بإصدار ضرب جماعة حزب. يعني إذا لو كان عنده الشجاعة باش يكون في انتخابات نزيهة قدام الناس، أنا أتحداه حتى على المناظر، أنا أتحداه باش ينجم يعبر على رأي ولا ياخذ موقف. يعني أنا بحثت له عن مواقف كلها كتبوها له. طبعا شوية يجاوبك وسام السعيدي ياسين العير، يقعد معنا في البلاتو منار اسكندراني، اقعد معي ياسين العير لأنه حتى عندنا مترشح آخر منار اسكندراني. سامحني بالله أنا في التالي نمشي نروح. لا 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 تتكلم مازال كتبت باش نقول لك علاش مازال المساج تسمع شوية. إذا كان باش نبقاو فقط نتكلم كأنه حظ قائد السبسي الآن هو المشكلة، بالتالي أنا زيد فليجي هو. لا 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 هذا مترشح. لا 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 خليني وانت مترشح اسم شوي معناها نحكي نخرج من الحافظ، لانه حافظ ما هو الا انسان تونسي عنده حق تقدم، عجب اللي عجب او ان تقدم عجب اللي عجب، ما عجبش عجب، ثم صندوق سينتخبه او سيتركه. كذا قضيه نتان تونس شو يعملوا، شو يختاروا ما يختاروش، يحطوه لبرا ما يحطوش لبرا، قضيه ثانيه. قضيه التوريث معناها مش قضيه كبرى، لانه حتى قبل في رفيق عبد السلام والشيخ راشد باش يجيب، معناها هذه القضايا قاعده تثار منذ القديم والجديد. الان الشعب التونسي اصبح عنده وعي بما فيه الكفايه. لا اظن ان هذه مشكلتي شكون باش يتقدم، ما هو الناس كونسيونت اليوم. فما ناس ممكن حافظ باش يترشح ويمشي ليوصل للمجلس التاسيس مجلس نواب الشعب وياخذ ويفك وكذا. الالمان على فكره اللي حب يعرف الجاليه الالمانيه اللي برشا من الناس ما يعرفوش، هي ثوريه، هي معظمها ثوري، معظمها زاد تؤمن بالثوره، بل النهضه اللي موجوده معناها في المانيا غير النهضه اللي موجوده هنا، معناها ثوريين اكثر وقاطعين مع النهضه هنا. بالتالي معناها مش قضيه سهله انك تتكلم على المانيا وتتكلم على والله ماذا سيفعل هذا وذاك. شو باش يعمل منار اسكندراني في المانيا؟ ارسنس بميشن اوف دويتش ريد ايش فيش تيني ايش تين دويتش داس فيري جود فين زي دويتش فاشتين فيردن داس هايست jeder der in deutschland شنو ترجمه تحت زولت سياس ما دي سبراخه اوسكن. معناها ما تنجمش تدخل البلاد وانت ماكش فاهم حتى لغه، انت تريد ان تصلح الالماني، معناها دو هاست من على الاقل عندك الجيل الثاني دي سفات جينيراسيون فون دين تونيزي. شكون مش كلم واحد ما يتكلمش اللغه، معناها فازو لا ميدين تون. معناها هذا المسكين تو الشعب التونسي قاعد يتفرج عليه، معناها اللي في المانيا هو تو نتكلم على الالماني فيرزو زيش ميدين ام زيت دي سبراخه كنت يعني اشتاسنت كنت دستانت كنت هكا مش حقه مترجم هكا مش حقه مترجم من الاسكندر واحدة واحدة. عندنا جمهور في تونس هذا كيف كيف معنا جمهور البر هو اللي مش انتخب غادي كي هو الالماني. بالتالي معناها نحن لازم هو التونسي اللي عايش في المانيا يزم ولكن هو ما يفهم التونسي زاد يتكلم الالماني غادي كي لا فما برشا اولاد ما يتكلموش ما يفهمش تونسي باش يمشي ينتخب فما برشا. وبالتالي انت ما تحقروش كي ما تتكلمش هذاك، معناها ما تنساش اللي عندك واحد تونسي غادي كاي مسؤول. انت ما تجيش تقول والله انا خاطر من فرنسا لاني انا اذكى من الشعب، معناها انا مسؤول على هذاك باش نخرجهم من والله نخرجهم انا من هالنقمه نتاع فلان ولا نتاع عين. لا، الشعب في المانيا فما من هو ثوري. انا كي قدمت كليت ريحه من عند الاولاد نتاع المانيا اللي نعرفهم يعرفوني، قال لي احنا اولاد الثوره انت جايبك لهنا. بالتالي القضيه مش سهله، مش المانيا ماهيش تحتاج، المانيا مش بتحتاج واحد بيتكلم نفس اللغه مش باش ينجح. ما نتصورش انا حافظ باش ينجح للتقدم، لا انصحه بذلك. ما نتصورش واحد جاي من فرنسا باش ينجح، لانه الالمان في المانيا فيها ما تكفي حقيقه انه باش يقدم واحد من المانيا، اكيد واحد من المانيا. ولذلك كانت الغلطه لو كانت ليزي يعمل غلطه لانه ما وقعناش في المشكله هذه ورانا ارتحنا من المشكله هذه. بالتالي انا علاش باش نترشح؟ انا باش نترشح اذا نويت باش نترشح باش نتقدم لاني البلاد نعرفها. مازلت تخمم انت بعد هذا الكل؟ لا ما نجم نقول اللي مازلت الطياره حتى توصلني ونص الحي ونقدم ورقيه وليزي ما تقوليش ما ترشحش. هذا كل كلام انا ناوي الترشح باذن الله مقدم على الترشح. وبالتالي شنو علاش باش ترشح وشنو باش تفيد؟ لا انا نجم نفيد لانه انا في المانيا من عام 81 اذا كان ترشحت واذا نجحت فانا من 81 اتكلم هذه اللغه، دارس هناك، كنت رجل اعمال فيها، معناها انا كنت عام في 100 مليون يورو، معناها كنت خادم في 600 واحد، انا انسان كنت معارض للنظام سواء كان لبورقيبه او لبن علي، انسان معروف كنت في المجال، معناها كاتب اكثر من 23 مقال داخل المانيا، معناها نتكلم اعلاميا في السلطات الالمانيه، ثم اعرف السلطات الالمانيه جيدا. بكري مريم سيرتك قالت لك انت تقدم في روحك المترشح الناجح. ايوا اظن صعب ياسر باش يجي واحد خاطر نعرف الاجدر. الاجدر لاني لا اعلم احدا يعلم الماني كيف نعرف انا، حتى في اللي موجودين في المانيا فانا اعلمهم. علاش؟ خاطر كانت طبيعه الخدمه نتاعي، طبيعه الموجوده في الخدمه نتاعي باش نزور كل مدينه، وانا زاير كل مدينه، بخلاف اني لما كنت في معناها كنت مسؤول الحركه التجاريه السامي سابقا، فانا نعرف الناس كل، انا ما نعرفش واحد ما نعرفوش تقريبا في وقت من الاوقات. كان السلوغان وقت تروح لتونس وتقول له شدك النظام ما تقولش ما
تعرفش من الاسكندراني تاكل تريحه، وبالفعل فما شكون كلي تريحه لانه ما يعرفش من الاسكندراني في المانيا. بالتالي لا بالحق جاب ربي ما سالني. لا لا والله انا ما امزح، فما واحد بعد 14 جانفي عيط لي وقال لي كلي تريحه خاطر تعرف شو الافاده، شو مش تقدم الافاده اللي انك تفهم. شوف كيف ما قال ياسين في كلمه حلوه، الذي باش يتقدم غادي باش معناها عنده زوز دستور، معناها هو في الاخير انت باش تقدم الان الافاده انك باش تعمل القوانين من شراء او تبقى تعمل قوانين كلمه غلط، تمشي باش تقترح قوانين تسهل التشريعات تسهل على هؤلاء، او انك باش تشوف القوانين هذه اللي هي مش ماشيه بالنسبه اللي عايش في المانيا التونسي هذا باش تسهلها له، او انك تعمل حاجه اخرى جديده انه هما عندهم مشاكل داخل المانيا مع السلطات الالمانيه، يحتاج منك باش تفهم اللغه هذه بكذا باش تمشي على الاقل دافع تسهل لهم الامور. هذه صعيب باش تلقاها في انسان اذا ما تكونش مش عارف. يظل مش موافقتك برشا مريم. ليش ليلي مش من عندها الحق باش احنا الحمد لله في حريات. لا حبيت نعقب على تصريح ياسين العياري. مازال معنا ياسين العياري. العياري اي باش يسمعني توا، معناتها به التوريث، هو التوريث بدا معارضه، مساله التوريث بدات من داخل نداء تونس اول ما بدات يعني، والانشقاقات والشقوق اللي صارت وكلها ما فماش، ما نتصورش كان فما حد ينجم يكون معاه توريث، والا خاصه بعد ما صارت بوليميك كبير كيف ما قال جوهر قبيله على الموضوع هذا بالذات، هو من الاحسن انه يتم التخلي عليه حتى باش ما تبداش تولي بغات فيغ وكل. لكن انا لسه معناها توا غدوه لو كان المكتب السياسي نتاعهم يقول حافظ ما ترشحش، من الذين ترشحوا فقط لا ضد فلان، اذا هو مش قضيه وطنيه. ما نقصد هذا انا يجيبك عليه بعد ياسين العياري. مش هو انا ما نحبش، لا لا ما عنديش علاقه. ياسين العياري هو معايا خويا شاكر، خويا شاكر. لا لا انا ما نحبش ندخل في ذلك. ترجع لك ولا مش ترجع لك؟ الترشح لازم يكون مبني وبناء على المصلحه ومن اجل ما نتكلموش مع بعضنا في الوقت. ياسين العياري بالله باش ما نكونوش في الثنائيه. لا انت تو جات له قلت له. لا لا ما قلتوش هو. لا اللي هو لا 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 قلت له انت ترشحت ضد انسان. لا مش هو، انا ما قلتش هو، قلت الذين ترشحوا، ومش وحده على فكره ترشحوا ضده هو. اذا كان انت ماكش قاري صفحات الالمانيه ما تقراش الاولاد الذين ترشحوا حقيقه. لا عندي فكره علاش كنت ترشح، ما اخترنا بعض المترشحين. إيه لكن هؤلاء كلهم الذين ترشحوا، مش هو فقط، الذين ترشحوا على اساس انه ولد ابوه ما يوصلش، اذا غدا تسقط نية الترشح. هو واحد منهم ياسين العياري، واحد من ترشحوا هو ترشح ضد شخص معين. ياسين ياسين معنا بالسكايب. ياسين العياري اسمع فيك، انت شخص ترشحت ضد شخص هذا منار اسكندراني واحد من مترشحين، يعتبرك منام المساله معاش مش جديه برايك؟ لا ما عندوش دخل او شيء شخصيه. هو لا لا هو حر او شيء ندم لا حريتكم متفاهمين فيها. بالتالي انا لا اعتبر انه الاجدر في المانيا لعدم فهمه اعطيك يلزمك. سامحني تفضل راح نذكرك ان القوانين في تونس تكتب باللغه العربيه مش باللغه الالمانيه، وانه السيد اللي سبقك اللي سبق اخذ المقعد سواء في 2014 او في 2011 كان يتقن الالمانيه بطلاقه ولم يره التوانسه في المانيا وما حللوش مشاكلهم. لا 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 يعني من فضلك ما قطعتكش. خليك كمل، خليك كمل. قطعني ما نعرفش فتحي. يعني انك تتكلم اللغه الالمانيه لا يعني شيئا، يعني قوانين تكتب باللغه العربيه، وانت في دورك يعمل الدستور ماكش انت تختار دورك، دورك في الدستور كنائب اذا كان نجحت ربي يسهل لك انك تراقب الشرطه التنفيذيه وتسن ومشرع تسن القوانين. في المانيا انت لا صفه لك خاصه، انت كما النائب عن نابل او النائب عن تونس، انت عندك صفه نائب، يعني انك مجرد نائب على المانيا ما تغطوش العباد، يعني عاشوا تجربه في 2011 جاوا كذبوا عليهم وتوعدوا هو الجاليه ونحلوا لكم مشاكلكم ونعمروا لكم ونعرفوا البلاد ونحكي له اللغه وطلع. جاء في 2014 نفس شخص اخر. شو في كلام سي منار حتى النصوص راه بعيد نحكي مع سي منار. غير مسؤول انا سمعتك كيف حكي. انا راني ما نحبش الكلام هذا. عايش ولا تلعب. انا سمعتك وانا ما نجم نعمل راسي كي تحكي. وصلت الفكره يا سي. وصلت الفكره. وصلت الفكره. وسام السيدي. شوف شاكر، راهو بالنسبه اليوم عضو مجلس الشعب هو يمثل كل التونسيين، المترشح غاديك في المانيا، انا ساره بالعكس انا فرحت ترشح منار الاسكندراني لانه مربوط حتى من بعد بالتام الاخر، لانه سنه من العباد اللي منذ سنه 2012 كان داعي للمصالحه الوطنيه بين التوانسه ساره، وهذا موقف معناه يتسجل. والوثوقيه نتاعه معناه في علاقه بقدرته على الفوز في المانيا، ان شاء الله ربي يسهلك بهذا. احنا اليوم في حركه نداء تونس مازلنا ما خديناش قرار. ومازلنا ما خدناش قرار وخلقنا الارباك، يعني مرشح نداء تونس هو ولا محور العمليه الانتخابيه كلها.
لانه حركه النهضه زادت خلت لكم المجال. نقول لك علاش هذه هنا تجي في باب الالتزامات الاخلاقيه وفي باب الالتزام الاخلاقي. وقت اللي نعرف انا حاجه هي متاعك لان ثم اخلاق راي ما قطعتكش ما خليت فعلا معك ما لا ما تفعلش معي بكر فهمنا ما قصتوش على بعضنا ما قطعتكش حتى لحظه مجرد تفاعل ما يسيرش لا ما تفعلوش مع بعض واسم نتاعك ينجم يتفاعل من بعد الوقت نتاعك يعطيك الصحه. دونك نرجع دونك وحكايه الترشحات الباراشوتيه هذه معناها يا اخي احنا كي ناخذوا اليوم القرار في ترشيح حافظ حسمت سي المساله معناها التوانسه في المانيا باش ينتخبوا حافظ راهو باش نعرضوه للاقتراع العام. يعني العباد اللي اللهم الا العباد خايفه من انه التوانسه في المانيا باش ينتخبوا حافظ قايد السرج وقت هذيك علاش حاله الرعب. اما اذا كان بالعكس انت سياسيا تقول علاش هذا الا اذا كان هناك تبخيس للتوانسه واذا كان ثم هناك عقليه احتقار للتوانسه الموجودين في المانيا ويعتبروهم قطيع وراهم باش نعطوه لهم صايب باش يصوتوا لهم. احنا لا نخزروا للتوانسه اللي موجودين في المانيا مواطنين وماهمش رعايا نخزروا لهم انهم عندهم ملكه التمييز والادراك باش يفهم المناظرات اللي تحكي عليها برشا من الناس. الاحزاب تتناظر مع الاحزاب الاحزاب تناقش الاحزاب ولا نتناظر. واحنا خاصه اليوم كلها بكل تواضع واضح سيدي احنا الحزب الفاز في الانتخابات بكل ما لدينا من قوه مكانه لا نناظر الاشخاص. وسام سيدي شكرا لك. ياسين العيار يعطيك الصحه شكرا لك. ما مازلت معنا الكلمه الاخيره في 20 ثانيه ما كلمه الختام. ما ثماش مرشح حزبي وما ثماش مرشح مستقل، ثم مرشح ضد مرشح. اذا سي حافظ عنده الثقه في نفسه يحترم الناس ويجي يتعمل كمرشح، ما عندوش حتى امتياز انه حزبي. الاحتقار فعل التوانسه هو تجيب لهم ولد رئيس وتحل البوست بالذمه تصرف عليه 500 مليون، هذا الاحتقار الحقيقي للتوانسه. بالتوفيق للناس الكل، تمنيت كان سي منار يكون توضيح سرير وبالتوفيق للناس الكل ويعطيكم الصحه وبركه. واضح يا سي العيار شكرا لك يعطيك الصحه. كنت معنا من فرنسا. تعليق من جوهر قبل سعد داود مازال عندنا البلاتو الثاني. جوهر شو انا نحب ان معناها توسكي كوندانابل بالفعل الان في هالمعمعه هذه الاخر من باب الخيارات السياسيه ربما لدى تونس يختار انه يحب يشعل الازمه ولا يزيد يشعلها هذا خياره ربما يحب يقلصها ما يرشحش حافظ ويخمد المساله لكن سكي كوندانابل هو موقف حركه النهضه. موقف حركه النهضه كارثي باتم معنى الكلمه على مستوى الاخلاق الانتخابيه وعلى مستوى احترام الناخبين التوانسه. انا سمعت البارح نور الدين البحيري نطق رئيس الكتله يتحدث في راديو سرعه نرجع بعد الفاصل يقول انه المقعد في المانيا راجعين المقعد في المانيا من نصيب نيدا تونس فاز هو مقعد نيدا تونس فازت فيه في 2014 واليوم ماناش باش نترشحوا لمنافسه نيدا تونس لانه المقعد مقعد نيدا تونس بيه. سيدي لا لا عاد خلينا لا لا ما قلت شيئا هذا هو المهم المقعد في المانيا هو مقعد الشعب التونسي لم تعني نيدا تونس لم تعني النهضه حتى حد ما ينجم يتنازل عليه. النهضة ليس لها الحق كحزب سياسي أن تتنكر لطبيعتها كحزب سياسي يتنافس على السلطة يتنافس على المقاعد مش من حقها عند حزبات سياسية اليوم انتخابات أنا جايك فما انتخابات مفتوحة والأحزاب السياسية دورها الطبيعي أن تشارك وتنافس في الانتخابات هذه أحزاب بتحالف المسألة الثالثة النهضة ونداء بتحالفين المسألة الثالثة هي أنه اللي واقع اليوم سيت اون انتونت مونوبوليستيك هي توافق أو اتفاق احتكاري انتخابي ان بارتاج دو تيريتوار في الكوميرس انترناسيونال فما قواعد تمنع بين النهضه والنداء تمنع المونوبول تمنع دي زونتربريز انه تكون عندها ان مونوبول دو فات ولا دو دروا في منطقه معينه. شو عملوا علاه فما مترشحين من افات شو عملوا للمولتي ناسيونال فما مترشحين اخرين ما تقصنيش فما مترشحين كنت فعلا معك شو يعملوا لي جراند فيرم يجيو يتقاسموا المارشي تيريتوريالمون يعني انت تخدم في منطقه انا نخدم في منطقه واضح شوف سي اون انتونت ايليغال ايليغال انتي مورال واثنين والاهم من هذا انه اللي خوفني هي انها تمرين ربما على وجود الانتخابات اتفاق احتكاري كبير على مستوى الانتخابات البلدية نحكيو فيه جوهر مبارك تقسيم للتريتوار فاصل جوهر انت مناطق تخدم فيها جوهر مبارك مقاعد ليك وهذه مقاعد لي انا تتنزل لك هوني تتنزل لي هوني هذا الاتفاق مخالف لقواعد الاخلاق حتى في التجاره فاصل صغير جوهر من بارك فاصل صغير فاصل صغير وراجعين جوهر من بارك مش كملنا نحكيو على شويه على الانتخابات لانه خذت حظها نهار اسكندريه نحبوا نسمعوا رايك نحن في المصالحه نحبوا نسمعوا رايك في الدباء لا باش نشوفوك كنائب كان تصلح تكون نائب في المواضيع اللي جايه عندي نقطه فقط اقعد معي من اسكندريه هنا راجعين بعد شويه في حدث هذا اليوم.